لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مرحبا بك يا امير، مساء الخير عليك ومساء الخير على الاستاذ محمد الجندي وعلى كل مشاهديك ومتابعيك. في البدايه كريم، عايزين نتكلم عن الكواليس الخاصه النهارده بتوقيع العقود ما بين النادي الاهلي ومستر لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق. الكواليس كانت ماشيه ازاي؟ اليوم اصلا مشي ازاي في ظل طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب كابتن سعيد عبد الحفيظ؟ قول لنا كل الكواليس يا كيم. في البدايه امير، طبعا مجهود كبير بذل من مجلس الاداره زي ما انت قلت برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كان في تاني كبير جدا لاختيار الشخص المناسب، الرجل المناسب. النادي الاهلي له شخصيه، ليه يمكن طريقه معينه في اختيار المدير الفني اللي اكيد جمهور النادي الاهلي منتظر التتويج بالبطولات، عنده امل كبير جدا اكيد كالعاده خلال الفتره اللي جايه كل البطولات اللي مشارك فيها للنادي الاهلي يحصل عليها اداء ونتيجه. فاكيد كان في اختيار، واختيار صائب بالسيره الذاتيه مميزه جدا لمستر مارتن، وايضا كمان لديه شخصيه قويه، وده اللي احنا يمكن اكيد حاولنا ان نتكلم فيه مع الناس طبعا الملمه بالاخبار الرياضيه، وايضا كمان الناس اللي مش نقول بتغطي الدوري الاورجواني، لكن الناس اللي عندها خلفيه كبيره جدا عن مستر مارتن. راجل لديه شخصيه قويه، والناس يمكن اكيد هتشوف الكلام ده خلال الفتره اللي جايه. كان واضح يمكن بيبان يا امير، انت عارف من البدايات المدرب اللي بيبقى ليه شخصيه. الراجل يمكن دخل النادي الاهلي مباشره الى الملعب، دخل حاول ان هو يتفرج على الملعب بشكل عام، ارضيه الملعب، غرف لبس الفريق للنادي الاهلي المتواجده في المدرج القديم، وايضا كمان كابتن سعيد عبد الحفيظ نقله للمدرج الثاني طبعا، المدرج اللي بيكون فيه متواجد جمهور النادي الاهلي. انت عارف خلال الفتره اللي جايه امير في مرحله انشائيه كبيره، في غرف خلع ملابس خلال الفتره اللي جايه على اعلى مستوى، بجانب امور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا بجانب صاله الكراتين المتواجده في مدرجات لعيبه النادي الاهلي في مقدار التتش. الراجل مباشره توجه للكابتن محمود الخطيب اللي كان في انتظاره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، واكيد سنه ونص تم التوقيع بالفعل مستر مارتن المدير الفني بشكل رسمي للنادي الاهلي. الراجل يمكن مضى سنه ونص، الراجل قال انا ما ترددتش مجرد ان انا عرفت ان النادي الاهلي وسيرته الذاتيه وقيمته الكبيره، واكيد كل مدرب سواء مدرب اجنبي او مدرب عربي يعلم جيدا قيمه النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي بالملايين. مباشره طبعا كان الوقت خدنا سريعا، خلاص كان فاضل 10 دقائق على مران طريق للنادي الاهلي، توجه مباشره مستر مارتن للوجود بشكل عام في المستطيل الاخضر داخل مختار التتش طبعا، بس ما دخلش طبعا الملعب، كان متواجد في الخارج لمتابعه الامور اللعيبه. كابتن محمد يوسف والكابتن سيد كان في ساعه ونص يمكن قعدوا مع بعض، كان في كلام كتير جدا عن الامور الخاصه الفتره اللي جايه. كابتن يوسف قال له كل صغيره وكبيره الخاصه بفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اكيد هيكون في تقارير مكثفه خلال الايام اللي جايه من مستر مارتن هيطلبها من الكابتن سيد واكيد من الكابتن محمد يوسف. لكن خطوه مهمه جدا يا امير، وخطوه مطمئنه لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس الاداره. ان شاء الله باذن الله يكون موفق يا رب. تشكيل من ابناء النادي الاهلي، الجميع ان شاء الله سيعمل بكل قوه باذن الله لاسعاد بكل جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كريم طيب بس قبل التمرين، بس كريم عايز اسالك على حاجه خاصه بمستر لاسارتي، وهل هو هيحضر بكره مباراه الاهلي والنجوم قبل ما نتكلم في كواليس تدريب النهارده والقائمه الخاصه بالفريق؟ بنسبه كبيره جدا يا امير، ده اللي حاولنا نستشفه، ويمكن اكيد مستر مارتن هيكون متواجد في المدرجات لمتابعه فريق النادي الاهلي في مباراه النجوم. الاعلان غدا هيتم، ايضا كمان الاعلان بتولي المسؤوليه بشكل رسمي يعني بالتاكيد بعد مباراه افريقيا وبعد مباراه جيما اكيد بشكل رسمي هيكون متولي مستر مارتن القياده الفنيه بشكل رسمي للنادي الاهلي. لكن غدا اكيد باكد لك، يمكن المعلومه مش مؤكده لكن غدا هيكون في تاكيد على هذه المعلومه. الجهاز الفني اكيد هيكون متواجد بالكامل، لكن لو برجع معاك للتدريب مران بقى والقايمه وكده قول لنا كل حاجه. كابتن محمد يوسف طبعا يمكن اتكلم على اللعيبه بشكل كبير جدا على المرحله اللي جايه، بقى في استقرار كالعاده للجهاز الفني. المرحله اللي جايه متطلبه امور كثيره جدا، متطلبه قوه قلب عزيمه، وده اللي اتكلم فيه كابتن سيد وكابتن محمد يوسف. اختيار القايمه 20 لاعب امير، حرس المرمى الشناوي علي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، احمد حمودي، مؤمن زكريا، وليد ازارو، ايمن اشرف، عمرو السوليه، كريم ندبد، محمد شريف، سليم في كلوبان.